محليات الأصايل للإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. نبدأ أشواط الإنتاج ونسير في المراكز الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل وصدارة هذا الشوط. المركز الأول وتأتي سمحة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول سيد مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تحمل الشعار الاقتصادي هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاقة الجميلة. ونقول مرحبا يا أبو خليفة على تواجدك على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني هنا تأتينا منصورة راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي. وعلى المركز الثالث هملولة راشد بن محمد بن مبارك بن سبت لخيلي من تنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع والانطلاقة والتحدي باروتة تأتينا على المركز الرابع. سالم بن حمد بن دري الفلاحي تأتينا هنا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وشعار بن قمرة من يأتي على خامس المراكز مع مياسة محمد بن صالح بن حمد بن قمرة النابت المري ينطلق على المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس وتأتينا هنا مهر المنطلقة مهر بهذا الأداء فهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري من ينطلق على سادس المراكز. وفي المركز السابع العنود لذياب بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري هنا تتواجد بهذه الانطلاقة أيضا بالشعار الاقتصادي هنا من تنطلق على المركز السابع. وفي المركز الثامن تأتينا الضبية لحمد بن السهيل بن عبد العادي بن عفار المري والوصول من طرفاشة محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي هنا من تنطلق بهذه التحديات الجميلة على تاسع المراكز. وفي المركز العاشر باروتة لخليفة بن محمد بن سالم برويس لقتبي من تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ومنصورة الباحثة عن النصر هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي بشعار المتمرد من تنطلق على صدارة هذا الشوط. هنا راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من ينطلق مع منصورة على الصدارة وعلى المركز الأول. باروتة في المركز الثاني، سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث سمحة مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري ووصلت هملولة هنا لراشد بن محمد بن مبارك بن سبت لقيلي على المركز الرابع. وخامس المراكز العنود لذياب بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري المنطلقة خامسا. وسادس المراكز الضيفة القادمة من ميدان الشحانية تنطلق بهذا التحدي الجميل. هنا الضبية حمد بن السهيل بن عبد الهادي بن حفار المري وظيفة أخرى مهرة أيضا تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل بالانطلاقة للسيد فهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. وصل شعار بالشاوي مع الشاهينية حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي لغفلي وطاعة خليفة بن حمد بن محمد المزروعي قادم أيضا بتحديات جميلة. وتاسع مراكزنا والمركز التاسع في هذا الانطلاق المميز مرحبا بالجميع هنا في هذا الانطلاق. هنا قرطبة لمحمد بن سعيد بن حضيرم لقتبي قادمة على المركز التاسع. وعاشر المراكز الطيارة لسعيد بن مطار بن محمد الرميثي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذه التحديات المتميزة والانطلاقات الجميلة بهذا الأداء المميز الجميل
حلوة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرى هنا بالحفار مع الضبية، الضبية من انطلقت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. حمد بن سهيل بن عبد الهادي بالحفار المري تنطلق على الصدارة، على المركز الأول. المركز الثاني العنود ذياب بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري وهملولة، راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي وباروتة، باروتة باروتة باروتة. هنا تنطلق بهذا الأداء الجميل سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي، أيضا قادمة بكل قوة، عينها على المراكز الأولى. قرطبة لمحمد بن سعيد بن حضير بن كتبي هو الوصول من الطيارة، الطيارة الطيارة. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي أيضا قادم بالطيارة في هذه اللحظات. بالشاوي قادم مع الشاهنية، حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الأغفلي، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول. وبالحفار هنا مع الضبية، الضبية على الصدارة، الضبية على المقدمة، على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور الضبية. حمد بن سهيل بن عبد الهادي بالحفار المري على الصدارة، على المقدمة، والطيارة، الطيارة قادمة، الطيارة الطيارة. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وهنا تأتينا الشاهينية، حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الأغفلي. الله، الضبية والطيارة، الطيارة والضبية، وهناك الشاهينية. الضبية على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. والطيارة، الطيارة، الطيارة في أول أشواط الإنتاج تنتزع الفوز والناموس. تهانينا، تهانينا لسعيد بن مطر محمد الرميثي على هذا الفوز. سلام للسمحة، سلام ولأهالي نادي الشبل. المركز الثاني ضبية، حمد بن سير بن عبد الهادي بن حفار المري، وفي المركز الثالث هناك الشاهينية من وصل حارب بن خلفان بن سالم الشاوي الأغفلي، والوصول من قرطبة محمد بن سعيد بن حضير بن كتبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مهرة لفهد بن مبارك بن راهد بن حباب الهاجري من أدتنا على المركز الخامس. والتوقيت الزمني هنا الطيارة من تنتزع أول أشواط الإنتاج في هذا الصباح مع المنتجين هنا بسبع دقائق 45 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية. سلام للسمحة، سلام مع ممثلهم الدائم سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على هذا الفوز المميز الجميل للطيارة. بينما المركز الثاني الضبية بسبع دقائق 46 ثانية، جزء واحد من الثانية. توقيت الزمني القادم من ميدان الشحانية لحمد بن السير بن عبد الهادي بالحفار المري. وعلى المركز الثالث كانت الانطلاقة هناك من الشاهينية لحارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الأغفلي بسبع دقائق 47 ثانية، جزئين من الثانية. توقيتها الزمني نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، وها هي الانطلاقة.